تنوعت الفعاليات والأنشطة المناهضة لإقامة سباقات الفورمولا واحد في البحرين في مختلف المناطق للتعبير عن الرفض الشعبي لإقامة السباق الذي يسعى النظام الحاكم من خلاله إلى التعتيم على الحراك الشعبي منذ 14 من فبراير من عام 2011. نفذ عدد من الناشطين اعتصاما في بلدة الجفير جنوب المنامة بالقرب من مقر القاعدة الأمريكية برفع شعارات رافضة لسباقات الفورمولا ويافقات مناهضة للنظام الحاكم. قوات النظام عمدت إلى قمع المعتصمين بقنابل الغاز الخانق بكثافة. المواجهات بين المتظاهرين وقوات النظام امتدت لتشمل بلدات أبو صيبع والشاخورة وجزيرة سترة وعشرات المناطق الأخرى، حيث قام المتظاهرون بقطع طرق رئيسية بالإطارات المشتعلة تعبيرا عن الرفض الشعبي لإقامة السباق. وأكدت المصادر انتشار العناصر الأمنية والعسكرية في المنطقة المحيطة بحلبة البحرين الدولية، بالإضافة إلى انتشار نقاط التفتيش ووضع الحواجز الأمنية في الشوارع المؤدية للحلبة.